تركان تكون زوجة خير الأولى والوحيدة وأم بناته الثلاث وصفت بأنها كانت صاحبة عيون زرقاء وابتسامة خجولة وساحرة جاءت تركان من عائلة فقيرة لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولم يكن لديهم شيء سوى ما يكسبونه من العمل عند الآخرين كان والدها قد تزوج من امرأة ثانية وقد عانت منها كثيرا هي وإخوتها كانت زوجة والد خير هي من قامت بتربية تركان وكانت هي كذلك تقوم بتعذيبها كثيرا بعد زواجها من خيري أنجبت منه ثلاث بنات الكبيرة كان اسمها سينام وكانت تريد أن تصبح مهندسة مثل نعلان كانت تركان مستاءة دائما لكونها لم تنجب صبيا لأجل خيري لكنه لم يكن يهتم بذلك ويقول لها دائما أنه لا يوجد فرق بين صبي وفتاة وأيضا كان يحب بناته كثيرا ويسعى جاهدا لكي يكمل دراستهن بعد سنوات بدأت تركان تصاب بنوبات وقام خيري بأخذها إلى الطبيب النفسي جولسران وكانت تصاب بضيق تنفس ويتحول وجهها إلى اللون الأحمر ثم تتعرق بشدة كذلك وقامت الطبيبة بتشخيص حالتها بأنها كانت تخاف من أن تبقى وحيدة بدون خيري أو بناتها كانت تتعرض للضرب كثيرا من طرف زوجها خيري وكان يقوم بخيانتها مع الكثير من النساء ورغم كل هذا لم تفكر بطلب الطلاق أو الانفصال كونها جاءت من وسط قروي وكذلك لأنها لم تكن متعلمة وكانت بدون عمل ولا تستطيع الاعتماد على نفسها أو الاعتناء ببناتها عندما بدأ خير علاقة مع نالان عرفت بالأمر لكنها لم تقل أي شيء أو تعارض الأمر حتى أنه ذات مرة أخذها خير هي والأطفال إلى منزل نالان مدعيا أنها صديقته من العمل وقامت نالان باستقبالهم بشكل جيد وقدمت لهم القهوة والشاي واعتنت بهم جيدا بعد ذلك قامت تركان بجمع المائدة واخذهم للمطبخ وبدأت بالتنظيف وهي تتبادل أطراف الحديد مع نالان بكل عفوية ومع الوقت أصبحت تركان تتردد إلى منزلها كثيرا برفقة بناتها لكي تقوم نالان بالإشراف على تدريبهن عذاب الأكل والجلوس والتحدث وكانت تهتم بدراسة الفتيات كذلك فقد أرادت تركان أن تصبح بناتها ذات تعليم عالي ويتصرفن مثل نساء الطبقة الراقية مع مرور السنوات أصبحت تركان ونالان صديقات مقربات جدا ولم تكن تركان تكن أي ضغينة تجاه نالان رغم علاقتها مع زوجها حتى أنها في إحدى المرات قالت لها أنها امرأة عظيمة وأنها لو أصرت قليلا كان خير سوف يطلقها ويتزوج بنالان كانت تركان تعلمها الاكل التركي بدلا من الاكل الاوروبي الذي كانت معتادة عليه وكانت تذهبان الى السوق معاً كذلك وكذلك قامت نالان بتعليمها القراءة والكتابة وكانت بنات خيري كذلك تحبانها كثيرا حتى انها كانت اول شخص اتصل بي عندما قتل خيري بعد ان بدا خيري علاقة جديدة مع فتاة من البحر الاسود بدات حياة تركان تنقلب من جديد لأن المرأة الجديدة التي دخلت حياة زوجها لم تكن تشبه نعلان بل كانت مختلفة تماما فقد كانت تستمر بالإتصال بها عبر الهاتف وتهديدها وتطلب منها أن ترحل وتترك خيري حتى تستطيع الزواج منه ولم تكتفي بهذا فقط بل وصل بها الأمر إلى درجة أن تذهب إلى منزل خيري وتركان وتقوم بتهديدها علنا هي وبناتها وكذلك قامت بإيجاد محامي بنفسها لأجل دعوة طلاق خيري وتركان في صباح أحد الأيام وفي حديقة منزله تعرض خير للطعن في منتصف قلبه من طرف فتاة البحر الأسود لأنهم لم يوفي بوعده بالزواج منها ركض التركان والأطفال فورا عندما سمعوا الضجيج في الخارج ولكن عندما خرجوا كان خيري وقع أرضا وقد مات بالفعل بعد وفاة خيري كانت نالان سندهم الوحيد وأصبح التركان والبنات يذهبن إليها كثيرا أكثر من السابق وأيضا نالان كانت تأتي لزيارتهم كثيرا كانت تجلس نارًا وتركان فوق السجادة على الأرض ويعانقن بعضهن البعض ويبكين على وفاة خيري. في إحدى زيارات تركان لنالان عندما كانت تجلسان في المطبخ اعترفت لنالان بمعرفتها بعلاقتها مع خيري حيث قالت لها ألا تحزن وألا تهتم لتلك المرأة وأن عيون خيري لم تكن ترى أي امرأة سواها وأنه بقية النساء كن مجرد تسلية بالنسبة له كما اعترفت لها أنها لم تكن مناسبة أبدا لخيري لأنها كانت جاهلة وجاءت من القرية فقط وقالت لها أنه دخل خيري إلى حضنها كفلاح وخرج كرجل نبيل حقيقي ولو لم تجبره زوجة أبيه على الزواج لم يكن ليتزوج بها أبدا وأنها كانت محظوظة لكونها زوجة لرجل مثله وإلا فربما الآن كانت لا تزال في القرية تعمل وتتعرق تحت أشعة الشمس بعد وفاة خيري تغيرت أوضاعهم المادية وكان معاش خير قليلا قد كان والده يساعدهم رغم ذلك كانت تقوم نالان وتركان بخياطة الملابس للفتيات معا وكانت تركان تطبخ لنالان وتنظف لها منزلها كذلك وبقيت علاقتهن مستمرة وكانتا تتعاونان على الاعتناء بالفتيات وقد اعترفت نالان بنفسها أنها وتركان أصبحتا مثل الأختين